حرج، ما شاء الله عليكم كلكم أقمار. يقولون الارتجال يقتل الرجال، يعني ابو احمد في هذا الوقت على اخر الوقت. يتفضل الاخ حذيفه مشرف على برنامج. تحيه لصالح حذيفه ابراهيم. خذ صوره وياه بارك الله فيك. ليش وياك صوره كامله؟ ليش عندك كان في هدية بعد من أستاذ مبارك محمود؟ بعد من أحمد العامر. أستاذ أحمد العامر. هدية بني نابع عن محمود أبو محمد جاسم الشوملي، فضل نيابة عنه. محمد محمد جمال محمد الشوملي. بالنيابة عن محمد جمال الشوملي، تفضل محمد. بالنيابة فقط عن رياضة إلى وجودنا على الساحة في الوطن العربي. وللأمانة يعني في اجتهاده وإنجازاته مع لعبة الجمباز وصل إلى أن يتم اختياره نائب لرئيس الاتحاد العربي للعبة الجمباز. دكتور نادر جمالي. وأتمنى أن يعطينا كلمة بسيطة لأن الناس تسمع كلمة جمباز كلها غير جمبازية. فكلمة تسمع الدكتور نادر والأستاذ علي العربي. أتمنى أستاذ علي العربي يكون معنا اليوم موجود. حياك أستاذ. رياضيين محمد جمال مالك المغربي أب الرياضيين. دام شخص رياضي أب الرياضيين. زين لا عمي أدور رياضيين والمدينة أدور الرياضيين أدور رياضيين. دكتور خالد كنس محمد الرياضي وين شام محمد الرياضي جمباز الرياضي بس مو جمباز بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حبيت اشكر مجلس الدكتور محمد الحوسني. طبعا اخوي محمد كان صديقي وكان اول واحد سوالي اختبارات اول ما دشيت الجامعه. عرفته ان اللي كان يحسب لي غلط، انا وصلت 40 وهو يحسب لي 20. من هي عرفته فصار صديقي. والاستاذ محمد جواد بعد صديق وزميل دراسه. هما الاثنين يشجعوني بين الحين والاخر. فانا الدعم اللي حصله من ربعي اصدقائي هذولين والوجوه الطيبه اللي موجوده. واذا انا خليت منصب فهو حق البحرين وللميلس هذه اللي انا كنت اتراود من فتره والثانيه. مشكورين.
كانت مرات على حد طالب العلي يعني مجلس عطينا مبخر تذكرنا فيه الدكتور ناصر استاهل بس تزيدونا جماعة ياخذ هذه تقديم الاحتفاليه ولكن حتى ما يغسلونا يقولون في اسبوع واحد يعني تصدر المجالس مرتين عموما اخونا خميس في هذه المناسبه في هذه الليله حب انه يكرم دخول المجالس تعرفون دخول المجالس من؟ تعرفون دخول المجالس من يد حمد؟ صقر المجالس تعرفون دخول المجالس؟ صالح بن علي صالح بن علي وأشكر حقيقة يعني الحضور على هذا الجمع المبارك وأشكر جميع أصحاب المجالس المحافظة الجنوبية وروادها على هذا يعني على إقامة هذا الاحتفالية تكريم طاقم برنامج تلفزيوني ناجح ومميز مجالسنا طبعا هذا يأتي في سياق تقدير المجتمع لأبناء العاملين المجدين المخلصين وهذه جدا مبادرة جدا رائعة وجميلة وتعزز يعني الشراكة المجتمعية بين المجالس والمؤسسات الإعلامية طبعا أخواني طبعا أنا إحنا هني نكرم شخصية يعني طبعا مهما قلت أكيد مقصر في حياتك وأنتم تعرفون عنه أكثر يعني تعجز حقيقة يعني تعجز الكلمات عن ذكر دور البارز له مشاركات فعالة في جميع المجالس والجمعيات الأهلية وكل الدور الاجتماعية والخيرية وغيرها طبعا هذه الدرع نعم كيلة صحفي ويقبل أول بأول يعني صراحة يعرفنا بكل ما يدور في مجالس البحرين هذا الدرع تذكاري فاني طبعا متواضع تعبير عن الحب والوفاء وأبغى كلمات الشكر والثناء لك يا ابو علي ان شاء الله تقبلها لنا هاي طبعا مو قدرك اللي جاي افضل ان شاء الله في اعرف من هناك نصيبك وسوي تكريم عجيب انا الاساس الاول مره في مجلسنا اهلا وسهلا فيكم جميعا الدكتور احمد ربيتي مرحبتين في مجلسكم والاخوان اللي قلنا لاول مره يعطيكم الف صحه وعافيه اخواني في كيكه بس في المجالس لان ما اعرف يعني خربها صالح قبل تنقص العربي رفع راسك شوي لا شمس مجالس مدينة حمد حياكم يلا احمد قاعد تتعبك والله ما عليك خلصنا مجالس الجنوبية هاي هاكي مرة ثانية يلا
Thank you.